مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بولات الحليب، كرات الحليب بهيدا الشكل. حلو، كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير. شايفين شكلهم كتير رائع وبيبيض الوجه مع ضيوف. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا 100 جرام نشا، 30 جرام سكر، ملعقة صغيرة مليانة زبدة، رشة ملح كتير بسيطة، ملعقة صغيرة فانيلا، و 200 ملي حليب بارد. النشا رح حطهم بالملعقة قدامكن عشان تعرفوا اذا ما عندكن اكواب المقادير او ميزان للجرامات بتعايروا بالملعقة. ملعقة، اثنين، ثلاثة، أربعة، تقريبا عنا 4 معالق ملانين نشا. منخل النشا أول شيء، نخلت النشا، ضيف السكر، رشة ملح كتير خفيفة، شايفين قد الملح كتير بسيطة، ملعقة صغيرة فانيلا، الحليب، خلطهم مع بعض على البارد اول شيء. هلا بحطهم على نار خفيفة وبحركهم تحريك مستمر. الغاز عندي اعلى شيء درجة حرارة 6، حطيتهم على درجة حرارة 4. بس حسيتهم بلشوا يشدوا شوي خففت الغاز على درجة حرارة 2. هلأ بصير أعمل بهيدا الشكل، حف المقلاي. هلا بحط الزبدة فوقهم وبحرك كمان. بستمر بالتحريك ليصير عنا عجينة متماسكة. شايفين عم تتماسك معنا بهيدي الطريقة، شايفين بلشت تتماسك معنا العجينة. هلا بطفي الغاز وعلى الحرارة بتتماسك عنا الحلو. هلا بس تماسكت عند الحلو بهالشكل بدي اعملها كرات صغيرة. بحاول اعملهم نفس الحجم، بضغط عليها بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ ها بهذه الطريقة.
كمان بضغط علي. بهيدا الشكل بظبطها شوي، بحاول اعملهم بسرعة قبل ما يناشفوا. اذا فسخت عنا شوي بعملها بهيدي الطريقة، بضغطها شي بسيط. شايفين كيف برجع بضغط عليها كمان هيك؟ صار شكلها كتير رائع. بكفي الباقيين برجع بكفي انا وياكم. هول البولات هلا بعد ما عملتهم بهيدا الشكل بدي رش على الوجه كاكاو. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم، حلو كتير سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة بكل بيت. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.